السلام عليكم خوتي، معكم رشيد حماني في فلوق جديد. المهم راه يلا فقت من الناس، هانتوما الفطور ديالي. ما كتشوفوا اخوتي عندي هنايا فطور ديال ديما، راه ماشي شي حاجه سبيسيال. البيض، الشوفان، عندي هنايا الليمون، الزبيب، والبيض الشوفان راه درت مخلطهم مع الزعتر والقرفه. صافي، وبينات باتر ضربوا الفطور هذا. مشى 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 مشى. المهم غادي نمشيو نترينيو ان شاء الله، غادي نضربوا الكتاف، غادي نوريكم كيفاش كنخدم الكتاف وكيفاش تاخذ داك الطوره ديال الكتاف، تيبانو الكتاف تروادي. شنو كندير انا باش طلعت هاد البلانات فين الخوت. المهم دابا ان شاء الله غنمشي نتحرك للجامع، اليوم راه الجمعه كما كتسمعوا الاذان راه شاد. المهم كتشوفوا هنا البيسي راه تنابلودي ليكم الفيديو اللي تكونوا شفتوا نهار الجمعه، و غنرجع من الجامعه غنتغدى كسكس مع العائله ونمشيو نضربوا شي حصه الكتاف ديريك ان شاء الله. راه ضروري نطريح واحد شويه باش تهضم داكشي، وغنتحركوا نضربوا حصه ديال الكتاف. واحد الدري اللي ديجا شفتو معايا في الفلوغ اللي داز. المهم نتشوفوا تما في لاصال الخوتي، يلا بيس. المهم خوتي كما وعدتكم هذه الحصه ديال الكتاف، وضروري قبل ما تبداو تسخنوها، حنا راه سخنا ما في الميت داكشي، ضروري بزاف خاصه فهاد الفصل ديال الشتاء راه تيكون البرد و شي خصك تسخن مزيان عاد تبدا من ما تاكلات وصافي. كما كتشوفوا بدينا هنايا بلا بار فيكس سميت ماشين، ضربنا فيها ثلاثه ديال السيريات او اربعه السيريات. المهم تقول المهم كتبدا بالخفيف، كتبدا تطلع شويه بشويه. ملي تقنا خوتي في هاد التمرين هذا ضروري ديرو السقة لي كتكالي شوية على لومبير، تيكون تقل بزاف على لومبير. كما كتشوفوا هنايا راه دزنا الدامبلز تقريبا نفس الخدمه، غير هو الدامبلز كتركز بزاف على الكتاف، يعني الكتاف كيخدموا بواحد 90% عكس البرا اللي لما تقريبا المهم تقريبا 80% تقريبا. وتقل المويه تقلت بزاف، ما طبش عاوتاني بالخفيف ديجا سخنتي مزيان تقل شويه، ونفس البلان كنتي غتقل دير السمطة. هنا خوتي دزنا هاد الماشين هادي اللي كتركز على الكتاف من القدام، ضربنا فيها ثلاثة ديال السيريات تقل بحال ديما خفيف مويان شوية ثقيل، وكتخدم هادي كما كتشوفو في الفيديو. Bye.
من بعد تندوزو للتمرين هذا اللي عزيز عليا بزاف واللي اللي عاوني بزاف باش نكبر الكشاف من الجناب وباش تبان داك الطروات ديال الكشاف يعني داك الدوره ديال الكشاف. هاد ليكزيرسيس هذا بالضبط ما تفرطوش فيه, خشيوه في البروغرام ديالكم ضروري الا بغيتي داك الدوره ديال الكشاف. من بعد دزنا الكتاف القدام عاوتاني ولكن هاد المره بلي زالطير كما كتشوفوا فالطير انا راه كندفع ماشي ديريكت ماشي زعما القدام كنميله شويه لجهه الصدر باش كتخدم داك البارشي اللي بين الصدر والكتاف. كيبقى لنا الكتاف من اللور كنخدمو من بعد التمرين هذا اللي كيركز عليهم بزاف. حاول غير الكود ديالك ما تخرجوش بزاف وما تدخلوش بزاف عشان يجي الظهر ما تخرجوش بزاف يعني خليه تقريبا بحال غتخدم الصدر تطلع وتهبط تحس بكتاف من اللور بزاف. المهم زدنا لهاد التمرين هذا ديال الكتاف من اللور هاهو بالكيبل هاد المرة هذا كان هذا هو التمرين الاخر ديالنا. المهم تنتمنى خوتي يكون هادشي تيفيدكم واخا شوية تهلاو. واش ابا راشي الله حصة من داك الشيء اخويا انت اخويا الكينز اخويا الكينز يا سلام شي ما قدناش ياك لا باقي جاي الخير اخي ان شاء الله حصه سهله هاد القص قول لي اصحاب خير اشي ما عندنا خبز هنا كاين لادان كاين الرز كاين حمص كاين الزو حمص يعني كاين الكاربس وكاين كلشي الطبق الرئيسي جا شنو عندنا هنا اخي هنا اخي عندنا كاين لادان وكشا ديال الدجاج ومعفون على الفريش هذا راه كنعتذروا على هذا نعتذروا على هذا العطب التقني على هذه الماكولات اللي مضره بالصحه ما المايونيز اللي كتشوفوا اخوش راه شي عباره ديال المذاق وصافي ضروري من المايونيز شو مايونيز ضروري من الحياه تاكل الجلاده ناشفه. المهم كاين البيض هذا هو اللي بان لي كاهز زوين الباربه. المهم خوش خليونا نقصيو دابا يلا واش الخوت معكم رشيد الدحماني في فيديو جديد. واو خوت داكشي اللي شفتو قبيله راه ديال البارح ما كملتش لكم الفلوغ ودابا غنكملوه ان شاء الله. هما الضعافه الضعافه معنا مساك ضعفاء القلب فقراء القلب. الخوت بقاو معنا تنشوفوا الفلوغ كي داير ما عارفينش دابا كاش غنديروا دابا تنشوفوا المخططات والعيبات. المهم راكم تما داكشي تما خسيم المقصاص اخويا وجهك اخي ديال المقص وجهك واجد لا شنو الماكله ديال الاولى شتقول في هادشي اخي المقصوص ديال بصح صافي هادشي اللي بقى اخويا اللوز داكشي كلينا. المهم اخي بالصحه والراحه اخي تشوريني داكشي شنو هو شريسة يا صاحبي. المهم هاد السيد هذا كيتحداني في الكليب غالي المهم الخوت هانتوما غنلعبو شي طريح هانتوما الخوت هانتوما غنلعبو دابا شي طريح باش نلعبو يلاه قول لي كلشي غتشوف فرق عيانين ولا فرق واعرين نلعبو غير في الانجليز
انا في الانجليزي تقعد واكل العصا في سطح هذا. بلاش. اليوم الخوت ارتعديت على خونا بجزيره ومريح هنايا. الله يسمح لي يوم صافي. خوتنا راه مقصرين هنايا، تشوفوا في الفلوق الجاي ان شاء الله. بيس.